مرحبا بك فضل قبوب، أنت أستاذ جامعي تونسي مقيم في أمريكا من جامعة دينيسون يونيفرسيتي في الأوهايو. مرحبا بك في هاللقاء في بر الأمان. يعيشك وبيك. أنا محمد حداد، المدير التحرير رئيس تحرير بتاع بر الأمان. باش نتحدثوا في بضع دقائق على حدث باش تحرى خاطر أنت تونس وأنت باش تفتحوا، اللي هو الحدث هذا الندوة باش تمتد على 3 أيام، 7 8 و9 نوفمبر، حول السياسة النقدية الأفريقية وكيفاش يمكن الولوج إلى سيادة النقدية في أفريقيا. قبل كل شيء خلينا نتفهموا على المفاهيم، ما معناها سيادة نقدية وش معناها النظرية النقدية الحديثة اللي بها تتبني المبدأ هذا؟ أكثر الناس يفهموا بطبيعة السيادة متاع الدولة، اللي هي السيادة السياسية، اللي هي السيادة متاع الدولة التونسية مثلا، ولا الدولة الجزائرية، ولا أي دولة. هذه واضحة، بعد الاستقلال عندك سيادة الدولة. لكن البارتي اللي الناس الكل يعني عادة ما يستوعبوهاش في السياسة النقدية، إنه السيادة النقدية فيها أربعة أركان. الركن الأولاني هو إنه الدولة تنجم تطبع الموني متاعها، الفلوس متاعها، وهذه سهلة، يعني أي بلاد بعد الاستقلال نجم تخلق الموني متاعها. الركن الثاني هو إنه الضرائب تكون بالموني ناسيونال، وهذه زادة سهلة ياسر، أي دولة تنجم تفرض على الشعب متاعها إنه الضرائب تكون بالعملة التونسية مثلا. الركن الثالث والرابع هم اللي البلدان الأفريقية والبلدان النامية هم اللي عندهم فيهم ضعف. الركن الثالث هو إنه كدولة تتسلف فلوس ما تتسلفش بعملة صعبة أجنبية، يعني مثلا في الدولة التونسية مثلا كدولة تبيع دي بوند تريزور، فما دي بوند تريزور يتباعوا للمارشي اللوكال بالعملة التونسية، وفما دي بوند تريزور يتباعوا بالعملة الأجنبية باللورو ولا بالدولار ولا بالين جابوني. دونك إذا كان أنت تبيع دي بوند تريزور بعملة أجنبية، راك ضيعت السيادة المالية متاع الدولة، لأنه ينفوع عملت هكاكا يلزمك من بعد يا إما تجيب ريفينيو اون دولار اون ديفيز يا بالاكسبور يا بالتوريزم يا بالانفستيسمون اترونجي، يعني وليت السياسه الاقتصاديه نتاعك كلها ولات مركزه على كيفاش نجيب الدولار كيفاش نجيب اليورو باش ندفع الديون. والركن الرابع للسياده الماليه السياده النقديه هو انه الدوله ما تتبعش تود شونج فيكس، يعني تخلي تود شونج فليكسيبل دو تيل فاسون اذا كان لي زيكسبور ولا لي زامبور تغير النيفو نتاعهم، ما توليش انت كدوله اوبليجي باش تتسلف بالعمله الاجنبيه باش تدفع ديون ولا باش تدفع حق لي زامبور. دونك اذا كان عندنا الديفينيسيون هذيا يولي فما فرق ما بين بلدان مثلا عندهم سيادة نقدية كاملة كيما الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، انجلترا، وفما بلدان ما عندهمش سيادة نقدية بالكل كيما الاكوادور، لأنه الاكوادور بدلوا نحاول الموني ناسيونال متاعهم كومبليتمون ولو يستعملوا الدولار. البلدان في افريقيا مثلا اللي يستعملوا الفرونسيفا كيف كيف ما عندهمش سيادة نقدية. البلدان متاع اليورو اللي استعملوا في اليورو زادا كيف كيف سايبوا ضيعوا السيادة النقدية متاعهم. لكن أكثر البلدان كيما تونس كيما البلدان الأفريقية اللي هم ما همش في الفرنسية فا زون سي فا، النيفو متاع السيادة النقدية متاعنا متوسطة يعني، وتتغير على حسب الديون اللي عنا بالعملة الصعبة. لهنا فضل قبوب، إذا كان يعني ندرس الوضعية متاع السيادة النقدية، هي وضعية نخلطوا لها، ما هيش وضعية باغ ديفو موجودة في الأصل. فكيف ما لاحظت قلت أنه تونس وكيف ما عامة الدول الأفريقية ما عندهاش، ما وصلتش للنيفو متاع السيادة النقدية، ولكن في حد ذاتها لو فات أنه واحد يبقى عنده بلد أو مجموعة من البلدان تكون عندها تفقد سيادتها النقدية، في ما هوش في حد ذاته خبر مزعج. الوضعية مزعجة، نشوفه أنه البلدان متاع مجموعة اليورو ما عندهاش، أقل بلدان عندها مشاكل اقتصادية في العالم، يعني
علاش مهمة للدرجة هذه السيادة النقدية باش نوصلوا؟ كي تجي تشوف انت علاش بلدان كيما تونس مثلا والبلدان ال في ديفلوبمون يعني يكونوا عندهم سيادة نقدية ضعيفة برشا، على خاطر الديت اكستيريور، على خاطر يتسلفوا بعملة صعبة، وين فوا تسلفت بعملة صعبة وتولي اوبليجي يزمك باش تدفع البرانسيبال والانتيري بالعملة صعبة، تولي السياسة الاقتصادية متاعك كلها متوجهة للإكسبور ومتوجهة للتوريزم ومتوجهة للإنفستيسمون إترونجي باش تنجم تعمل لبايمون في الوقت. دونك مثلا نعطيك إكزامبل، قبل الوا 72 في تونس البالانس كوميرسيال متاع تونس كانت بلوز موان إكيليبري. إن فوا حلينا الإيكونومي التونيزيان بعد سياسة الانفتاح اللي هو الإكسبور، ولينا نكسليريو في الإكسبور متاع تونس، لكن اون فوا بدينا نخدمه في الماكينه هندستريال ونعمله في الاكسبور بفوليوم قوي ياسر، الحاجه اللي اكثر البلدان الناميه ما تصورتهاش انها باش تصير، انه اون فوا حليت الايكونومي للاكسبور يولي الامبور نتاعك اقوى واقوى برشا. دونك بعد لوا 72 الاكسبور نتاع تونس كثروا ياسر، لكن الامبور كثروا اكثر من الاكسبور. علاش هذا؟ لانه كي تكون الدوله ما عندهاش باز اندستريال قويه تولي سبيسياليزي الايكونومي نتاعك في الفالور اجوتي فابل، يعني اش تعمل؟ تولي تشري الماكينات من برا وتشري لي برودوي انترميديير من برا وتشري التكنولوجي كلها من برا، واش تعمل انت في تونس؟ تبني معمل وتخدم فيه خدامة سمي كاليفية ولا نون كاليفية. دونك الفالور اجوتي متاع البرودكسيون تونيزيان تكون فابل، والفالور اجوتي متاع الامبور اللي جبتهم الكل فالور اجوتي تكون تري فورت. دونك البالانس متاع الفالور اجوتي امبورتي و اكسبورتي تكون نيجاتيف. اذا كان عندك بالانس نيجاتيف يعني انت ما ربحت شيء اون لون تيرم، بالعكس تولي خاسر في الـ في الـ في البروسيسوس نتاع الاندستريالايزاسيون، لانه البالانس كوميرسيال نتاعك نيجاتيف، وان بليس في البروسيسوس نتاع ديفلوبمون والاندستريالايزاسيون تولي يزمك برودكسيون نتاع الكتريسيتي برشا نتاع الترونسبور، دونك تولي تمبورتي بترول برشا باش تخدم الاندستري تونيزيان. دونك الامبور نتاع البترول يزيدوك في البالانس كوميرسيال نيجاتيف، وين فوا عندك بالانس كوميرسيال نيجاتيف شنو يصير للتول شونج؟ التول شونج الدينار يطيح بارابور لورو بارابور للدولار. دونك اذا كان طاحت الفالور نتاع الدينار تولي اي حاجه باش تمبورتيها انت الشهر الجاي كوسو سوا ماكله كوسو سوا دويات كوسو سوا بترول ولا اللي هو يولي البري ريال نتاعو يولي فيه يزيد يقوى. دونك انت تولي تمبورتي في الانفلاسيون. يعني لهنا نزيدوا نوضحوا ايش معناها تمبورتي في الانفلاسيون، على خاطر ممكن التضخم في تونس هو واقع ويأثر على العائلات التونسيه والاقتصاد التونسي عموما. كيفاش هذه الفكره نتاع انه قاعدين نوردوا في التضخم؟ اذا كان الفالور بتاع الدينار طاحت بار اكزومبل بارابور لورو، ونحن في تونس نمبورتيو برشا القمح ونمبورتيو برشا الدوايات اي حاجه نحتاجه باش نمبورتيو هاد برودوي نيسيسيتي، تولي اذا كان الفالور نتاع الدينار ضعفت تولي القطعه اللي باش تمبورتيها ب 100 مليون تولي تتكلف لك 120 مليون بالدينار التونسي، لان الفالور نتاع الدينار التونسي طاحت بار اكزومبل 20%. دونك انت كي تمبورتي دوايات اللي هما الشهر اللي فات كانوا سومهم 100 مليون الكونتينر توا ولا 120 مليون باش تبيعهم للشعب التونسي باش تبيعهم بالبريم تاع اللي شريتو بهم، والا تولي الدوله اوبليجي باش تعمل سبفونسيون. وكيفاش تعمل دوله سبفونسيون؟ باش تولي الديت بوبليك اكثر برشا، تولي الدوله يعني هي تتحمل مسؤوليه الامبور نتاع الدويات والامبور نتاع الماكرو والامبور نتاع توسكي برودوي نيسيسيتي. واذا كان الدوله ما تتدخلش وتخلي لي زامبور يجيو بالاسعار هذه الكل تولي مظاهرات وتولي يعني الكريز ايكونوميك وسوسيال وبوليتيك اللي هو صار في الزاني 80 وقت المظاهرات بتاع الخبز واللي هو صاير تو في لبنان وصاير في الشيلي وصاير في بلدان برشا يصير فيها هذيك. تكون فما كريز ايكونوميك
توصلك النيفو انه الفالور نتاع التوتشونج بتاعك تضعف، دونك الفالور ريال نتاع لي زامبور تزيد تعلى، دونك الشعب هو اللي يتحمل الضغط هذا نتاع التضخم. شنو هو الفرق لهنا في ما بين المودرن مونيتري ثيوري، دونك النظريه النقديه الحديثه اللي تو انت عطيتنا بعض الملامح منها، ونظريات الاخرى الموجوده، على خاطر يعني الديسكور اللي انت تفضلت به ممكن هو فكر موجود يدافع عليه بعض الباحثين الجامعيين او السياسيين، فشنو هو جديد بالضبط وشنو هو الحديث فيها النظريه هذه؟ النظريه هذه هي يعني كنجم تقول في الدومين نتاع الديفلوبمون هي لوبوزي نتاع النظريات اللي تبع فيهم الاف ام اي فور اكزامبل البنك مونديال. كي تجي تشوف البلدان الناميه الكل في لي 30 40 سنه اللي فاتوا الكل عندهم الميكانيزم هذايا اللي هو عندهم ديت بوبليك اكسترن عاليه ياسر، الفالور نتاع الموني نتاعهم ديما ضعيفه، واللي زامبور نتاع البلدان نون فو ديفلوبمون ديما تلقاهم اكثر حاجات هم البترول والماكله وتسكي تكنولوجي فالور جوتي قويه ياسر. دونك بروسيسوس يعني ستركتورال دو تيل فاسون ديما فما بريسيون باش الموني نتاع لي فوا لي بي اون فو ديفلوبمون تكون ضعيفه بارابور الدولار بارابور اللورو. دونك ديما فما بريسيون باش اي حاجه انت تمبورتيها كبرودوي دو نيسيسيتي ديما يجيك باللي بري بالتضخم. دونك ديما فما تنسيون ايكونوميك اي بيان سور سوسيال اي بوليتيك على لي بي اون فو ديفلوبمون. دونك شي يعملوا لي بي اون فو ديفلوبمون عاده يسمعوا للنصيحه نتاع البنك الدولي ولا الاف ام اي، شو يقولوا لهم؟ يقولوا لهم عندك خمسه حاجات يلزمك تستعملهم باش تحل المشكله نتاعك. انت حاجتك دوفيز باش تدفع ديونك باش تمبورتي الماكله باش تمبورتي الدويات. دونك كيفاش تجيب الدوفيز؟ توريزم اكسيليري توريزم بيان سور توريزم. نحن في تونس مش نحن البلاد الوحيده اللي عندنا توريزم واللي عندنا بحر واللي عندنا جو باهي، فما 120 بلاد اخرين على القليله فيهم يعني توريزم بالكدا. دونك البلدان هذوما الكل يولي يسميه ريس تو ذا بوتوم، يعني شكون يرخص اكثر وشكون يسيفونسيوني الوتله نتاعهم اكثر بالالكتريسيتي وبالماء وبالسيفونسيون من الدوله. دونك هذه المشكله نتاع التوريزم، انك تجيب مثلا 5 ملايين ولا 10 ملايين توريست في العام بيان سور لازمك توكلهم. دونك تولي لامبور نتاع الماكله تزيد ولامبور نتاع البترول يزيد للالكتريسيتي وللترونسبور وتوسكي. دونك هي سوليوشن صحيح انت تجيب 5 ملايين توريزم يجيبولك دوفيز، لكن تراسيلك تزيد في الامبور نتاع الماكله والامبور نتاع الترونسبور وتوسكي انرجي. دونك اون تيرم ماهيش سوليوشن، هذه سوليوشن واحده مثلا يطرحوها للاف ام اي. السوليوشن الثانيه يقول لك اكسيريلي ليزكسبور، اعطي يعني دعم للاكسبور للشركات التوانسة اللي سبيسياليزيو في الاكسبور. دونك اذا كان نحن الاندستري نتاعنا في تونس ماهيش سبيسياليزي في الماندوفر كاليفيه ولا سبيسياليزي في اللي نسميه نحن لو فاليو ادد كونتنت، يعني فالور اجوتي تري فابل. دونك تولي تمبورتي التكنولوجي وتمبورتي لي برودوي انترميديير وتولي المعمل اللي انت تخدم فيه في تونس يخدم لك صحيح 500 خدام ويعطيهم ريفينيو معقول، لكن الون تيرم انت كدوله في الون تيرم تمبورتي في الفالور اجوتي عاليه وتكسبورتي فالور اجوتي تري فابل. دونك ماهيش سوليوشن الون تيرم، تقعد ديما واحد. وكل ما تكسيليري في ليزكسبور مثلا تزيد النيفو ب 20% كل عام ولا 25% انت تزيد في ليزكسبور تولي تزيد في ليزامبور بنفس النيفو، تولي تمبورتي اكثر فالور اجوتي من الخارج، تولي تمبورتي اكثر بترول باش تخدم ليزاندستري باش تنتج الكتريسيتي. دونك ماهيش حل الون تيرم. سامحني لهنا اذا كان نتبعوا الريزونمون للاخر نقول معناها هل الحل في انه نوقفوا ليزكسبور نتاعنا ونقصوا من التوريد نتاعنا ونبداو نسكروا بشوي بشوي على رواحنا،
ونعرفوا شنو اعطاه اذا قبل في التاريخ، فممكن هذايا شورت كات يعني قصه تبسيطيه اكثر من اللازم. ايه فاهمك. لا ما قلناش نحن نسكروا نبطلوا توريزم ونبطلوا الاكسبورت. لكن اهم حاجه انه يكون عندنا فيزيون ا لون تيرم، يعني مش هذا الكل مش باش يتبدل في فتره عامين ولا 3 سنين ولا 5 سنين. هذه فيزيون تاع 30 50 سنه لقدام، انه اذا كانت تحب تكون دوله داخله في الكوميرس انترناسيونال وداخله في الدومين تاع جلوباليزاسيون اللي هو ما سي انيفيتابل، لكن تحب تولي الاندستري نتاعك سبيسياليزي في فالور اجوتي فورت، كيفاش نوصلوا نحن الفالور اجوتي فورت؟ مثلا حتى ولو نجيبوا ديزانفستيسمون اترونجي، اكثر ديزانفستيسمون اترونجي في العالم اللي يمشيو من بلاد لبلاد يمشيو من بلاد كيما امريكا للكندا، ومن الكندا لليابان، ومن اليابان للسويسرا. مش على خاطر في سويسرا هم عندهم مان دوفر ماهيش كاليفيه، ولا خاطر خدمهم نتاعهم برخيص، ولا بالعكس الفالور اجوتي نتاع لي اندستري هذوك قويه ياسر، الكو نتاع المواندوفر غاليه ياسر. لكن علاش لي انفيستيسمون يمشيو من امريكا للكندا؟ على خاطر حاشتهم باندستري قويه، حاشتهم بمارشي قوي، وحاشتهم بمواندوفر كاليفي ان تريو نيفو. دونك كيفاش نوصلوا نحن للنيفو هذاك؟ لازم يكون عندك انفراستركتور قويه ياسر، de telle façon le coût نتاع البرودكسيون نتاع الالكتريسيتي يكون رخيص، يكون عندك انفراستركتور نتاع كياسات ونتاع ديبور ونتاع ديزايروبور تكون اتراكتيف، يلزم يكون عندنا انفراستركتور نتاع تيليكومونيكاسيون انترناسيونال تكون رخيصه بالكده، يلزم يكون عندنا انفراستركتور نتاع ترانسبور انترناسيونال. انت تجي تشوف مثلا باش تبعث كونتينر من تونس للسنغال اغلب ياسر من كونتينر باش تبعثو من تونس لليابان. علاش؟ مش خاطر ديستانس، لكن خاطر فما انفراستركتور كامله وفما مارشي كبير اللي هو يرخص في الكود ترانسبورت. دونك هذوما الحاجات الكل يلزم ما يتبناوش في ليله ونهار، يلزم يعني اون فيزيون ا لون تيرم باش نحضروا الانفراستركتور هذه. لكن الانفراستركتور وحدها ما تكفيش، اللي اهم ياسر هو المندوفر كاليفي ان تريو نيفو، وهذه حاجه نحن في تونس وبرشا بلدان ناميه مالوروزمون ما ركزناش عليها ياسر. هذا من وقت بورقيبه، يعني مش جديد، من وقت بورقيبه يعني الشعب الكل يعرف ان يزمك تاخذ الباك وتدخل الجامعه، وهذاك هو يعني طريقك للميدل كلاس، يعني يسميوها يعني نيفو دفي، نيفو دفي باهي. دونك نقصنا من الفالور نتاع الفورماسيون بروفيسيونيل والفورماسيون اندستريال دو تيل فاسون توصل اليوم في اكثر البلدان العالم. حتى لو تلقى انفستيسور اترونجي جاي باش يحل معمل يقول لك بون انا باش نخدم زوز من الناس في المانجمنت وزوز من الناس في الكونتابيليتي وباش نخدم لك 5 من الناس في الماركتينغ ولا اللي هو، لكن نحب مندوفر كاليفي يعني ان تريو نيفو كيما المندوفر كاليفي اللي تلقاها في المانيا في البروسيس اندستريال. هذا الضعف اللي عندنا في تونس، ونحن عندنا فكره خايبه هذه انه مندوفر يزم يعني خدام يخدم في معمل يزم يكون برخيص، يزم يكون نيفو يعني واطي، وهو هذه غلطه كبيره. يعني خلقنا كولتور نيجاتيف ياسر على البروسيسوس نتاع الاندستريالايزيشن اللي هو يا تكون مدير معمل يا تكون ماجيت شيء. وغلطه كبيره هذه يعني من ناحيه الفورماسيون ومن ناحيه زاد السالير اللي ندفعوهم في الـ في الـ في, الـ في الدومين نتاع الاندستري. ثم بعض مثلا الباحثين او السياسيين نتما في امريكا اللي يربطوا المودرن مونيتري ثيوري بالجرين نيو ديل، بالنيو ديل كيف ما قال روزفلت، ولكن الاخضر كيف ما بكل وضوح. لهنا شنو هي في اللي انت قدمته توا الجانب الدورابل الجانب المستدام ما يبرزش؟ حكيت انا على الفالور اجوتي انه يلزمها تقوى، دي انفراستركتور يتحسنوا، ممكن عمال يوليوا عندهم اكثر قيمه في المجتمع وفي الشين دو فالور، ولكن
شنو العلاقة مع الصفقة الخضراء خلينا نقول هيك؟ كما قلت لك قبيلة مثلا بلاد كيما تونس أكبر مشكلة عندنا هي الديت إكستيرن. وكي تجي تشوف أصل الديت إكستيرن مين جات؟ تجي من البالانس كوميرسيال النيجاتيف يعني لأنه نمبورتيو برشا يعني لي تروا كومبوزونت كبار في ليزامبور بتاع تونس هما البترول المحروقات يعني والماكلة نمبورتيو ياسر قمح وتسكي ماكلة ونمبورتيو ياسر الفالور اجوتي عالية بارابور الفالور اجوتي متاع الاكسبور متاعنا. لو كذوما التلاثة مشاكل كبار يجي تشوف يعني مهما تكون الحلول اللي يجيبهم لك البنك مونديال ولا الاف امي متاع التوريزم ومتاع الاكسبور ما همش حلول جذرية يعني حلول يعني تجيب لك شوية دوفيز بفاسون مؤقتة وديما تقعد واحل في نفس المشكلة. دونك الحل الوحيد للستركتوريال في الاكونومي التونيزيان وفي الاكونومي افريكان اون جنرال الكل هو انه نعملوا ديزانفستيسمون في ليزينرجي رينوفلابل. يعني باش نقص انت من لامبور نتاع البترول مثلا في تونس نحن البرودكسيون نتاع الالكتريسيتي عندنا الكونسوماسيون نتاع بلوز او موان 4 جيجا وات في العام. 4 جيجا وات في العام هذه يعني كي تجي تشوف الصين قداش تزيد في البرودكسيون نتاع الكاباسيتي نتاع لي بانو سولير نتاعها في كل 6 شهور اكثر من 4 جيجا وات. يعني تنجم تعمل كونفونسيون مع الصين في مده 6 شهور في مده حتى 5 سنين بارتناريا باش تبني كاباسيتي سولير وانرجي رينوفلابل في تونس اللي هي تغطي لك 100% الكونسوماسيون نتاع الالكتريسيتي نتاع تونس. يعني اون فوا عملت الكاباسيتي هذيا تولي ليزامبور نتاع تونس نتاع المحروقات كلها تولي هذاك مشكله هذاك باب وتسد ما عادش ترجع لها المشكله هذيك تولي لي ريفوني نتاع ليزيكسبور نتاع تونس تولي تمشي لبريوريتي اخرين. حضرتك على الشيء هذا ما تمش لانه ما فماش فيزيون. انت يمكن في بالك قضيه ديزرتيك اللي هي كونفونسيون فما شركات اوروبيين حبوا يعملوا اكبر حقل للفوتوفولتايك في تونس اللي هو ان فيت البرودكسيون نتاعو توتال 4 جيجا وات اللي هي البرودكسيون الكونسوماسيون توتال تاع تونس لكن ما حبوش يبنيوها للمارشي التونسي حبوا يبنيوها للاكسبور للاوروب لانه عندنا هذه الاوبسيسيون تاع الاكسبور باش نجيبوا الدوفيز باش نخلصوا الديت. الورك الحقل هذا نفسه اذا كان بنيته للكونسوماسيون تونيزيان تولي سكرت باب ليزامبور نتاع الانرجي وحليت انتير نتاع لي بروبليم ايكونوميك نتاع الايكونومي تونيزيان انتير يعني ستركتوريل يعني مش حاجه مؤقته. الكومبوزونت الثانيه في الستركتوريل في تونس هي لامبور نتاع الماكله سورتو توسكي قمح وحاجات الماكله. يعني لا سول سوليوشن هو انفستيسمون في البرودكسيون اليمونتير في تونس دو مانيير سوتنابل. يعني فما دي جروب حتى في تونس وفي بلدان ناميه الكل اللي هو يقول لك حتى ولو فما جفاف وفما يعني نقص من الموارد الماليه المائيه عفوا فما دي تكنيك دو برودكسيون اللي هي تنقص لك من الكونسوماسيون تاع الماء ب 90%. فور اكزامبل فما التكنيك هذية اسمها اكوابونكس بالعربي يسميها الزراعه المائيه السمكيه اللي هي تربي فيها الحوت والخضار في نفس السيستم وتنقص لك من الكونسوماسيون تاع الماء 90%. نحن مثلا نعطيك اكزامبل كي نقول لك رانا في تونس واكثر البلدان عندنا اوبسيسيون بالاكسبور زراعة الفريز مثلا في تونس يشجعوا فيها ياسر علاش خاطر المارشي الاوروبيان يشريوا الفريز برشا ويجيب دوفيز باهيه لتونس الوغ الفريز الكونسوماسيون تاع الماء نتاعو من اكثر لي برودوي اللي هو تضيع فيهم ياسر كونسوماسيون تاع الماء الوغ نحن نكسبورتيو الفريز اللي هو من الكونسوماسيون في تونس ما فماش برشا كونسوماسيون تاع فريز الفريز كله للاكسبور ونستعملوا الدوفيز باش نشريو بها القمح. الوغ كو لوكاسيون
بليز افيكاس في الـ في الـ في الدومين هذا، انك تستعمل لي ريسورس ناتوريل اللي عندك باش باش تعمل برودكسيون اليمونتير. دونك مثلا كي نعملوا انتروديكسيون للسيستم اكوابونيكس هذا اللي هو الزراعه المائيه السمكيه، نجم تحط توسكي فريز توسكي سلايت وخضار كله في الاكوابونيك سيستم، لانه ما يستعملش برشا ماء، وتولي تستعمل الموارد المائيه نتاعنا اللي برايوريتي ناسيونال اللي هي زراعه القمح والحاجات اللي ما نجموش نستعملوها في السيستم اكوابونيكس. يعني ما قلناش نحن باش نبدلوه السيستم هذا كل في ليله ونهار، لكن يلزم يكون عندنا فيزيون تاع 10 سنين 15 سنه 30 سنه باش نسدوا الباب هذا نتاع الامبور نتاع الاليمونتير، ونسدوا الباب نتاع الامبور نتاع البترول. اولا لانه سي بلوز ايكونوميك، ثانيا لانه بالتغيير المناخي والمشاكل نتاع البوليوشن هذه الكل في مصلحتنا، يعني نحن كتوانسه وفي مصلحه العالم الكل. دونك يقول انا راهي هذه فيزيون تاع 20 30 سنه، يعني مهما يكون شكون الرئيس، مهما شكون يكون في البرلمان ولا في رئاسة الحكومة، هذه فيزيون ماهيش دو دروات ولا دو غوش ولا متاع اسلامي ولا مش اسلامي، هذه فيزيون نوتر متاع بينيفيس ايكونوميك يعني نون ديسيابل. رغم ذلك في أمريكا يعني ثم شخصيات سياسية معروفة كيف ما المترشح للرئاسية بيرني ساندرز اللي هو معروف يساري، والنيبة ألكسندريا أو كاسيو كورتيز اللي هم يدافعوا على جرين نيو ديل أولاً والسطوع على مودرن مونيتري ثيوري. فزوز أسأل، أنت تقول هذه ما هيش مسألة متاع سياسة متاع يسار أو يمين، إلى أي درجة نظراً أنه أكثرية المساندين هم يساريين؟ والنقطة الثانية، علاش المسألة هذه عندها صدى في بلدان متطورة كيف أمريكا، ورغم ذلك تنجم تعنينا كتوانسة وكأفريقيين وما عندهاش صدى يعني مماثل؟ So, يعني أول حاجة هو اليساري ولا مش يساري هذا كي أنت باش تعمل يعني باش تغير الديركسيون متاع الستركتور إيكونوميك متاعك من البترول للرينوفلابل، اسكو الشركات نتاع البترول واللي سنتر دو بوفوار ايكونوميك اي بوليتيك اللي هما كي بينيفيسي فروم كي بينيفيت فروم من ال سيستم ستركتور هذيه، اسكو باش يسكتوا ويقول لك فازي هي خلينا نبدلوا للطاقه الشمسيه وغيره؟ بيان سور لا، بيان سور يعني يحبوا يحميوا البوفوار ايكونوميك نتاعهم والبوفوار بوليتيك نتاعهم. دونك ا سو نيفو تنجم تقول سي بوليتيك، لكن بالنسبه للشعب يعني الشعب اللي هو فما شعب يميني وفما شعب يساري، حتى في امريكا كي تجي تشوف من وجهه نظرهم اسكو سي تين كيستيون بوليتيك دو دروات ولا دو غوش، يقول لك لا سي بيان سور هذا الكاليتي دو في باش تتحسن، لي بري باش يكونوا ارخص، الستركتور ايكونوميك باش تكون بلوز او موا ايكليبري. دونك فما دي سنتر دو بوفوار اللي هما دي مينوريتي يعني مينوريتي بوليتيك ايكونوميك، هما اللي يتحكموا في لي بريفيرونس بوليتيك حتى للشعب، على طريق لي ميديا بيان سور، على طريق اي طريقه سياسيه باش يتحكموا في الـ البوفوار نتاعهم. دونك بيان سور اي كيستيون هي فيها كيستيون بوليتيك، لكن دو بوينت فيو نتاع الكونسوماتور ماهيش بوليتيك. وبالنسبه لهنا للصدام تاع المساله هذه ونتاع المنظومه الجديده هذه اللي كمان ليميتي في تونس مقارنه باوروبا ولا امريكا، رغم اللي تونس او افريقيا معنيين اكثر، كيفاش تقرا انت الوضع هذا؟ وهذا باش يكون سؤال الاخير. مالوريزمون يعني البلدان كيما تونس والبلدان الافريقيه اون جينيرال قعدنا ديما يعني نكونسوميو في لي تيوري ايكونوميك اللي جينا من البنك مونديال ومن الاف ام اي، كانه يعني هم عندهم هم المصدر الوحيد نتاع العلم والمصدر الوحيد نتاع لي سوليوشن ايكونوميك. دونك كي تجي تشوف حتى في الانتخابات في تونس ولا الاحزاب السياسيه في تونس
كو سوا غوش ولا دروات ولا نهضه ولا غيره، كي تجي تشوف الفيزيون ايكونوميك نتاعهم سي بلوز او موان لا ميم شوز. يقول لك شنو هو الحلول نتاع للاقتصاد التونسي؟ يقول لك جيب لي زانفيستيسور اترونجي، زيد في التوريزم، زيد في ليزكسبور، يعني هذا هو. ما فماش يعني يغير لك شوية في اللغة، يقول لك إن نحن باش نعملوا البرنامج هذا بقل كوريبسيون، وباش نخدموا مع اليونيو أوروبيان، ولا باش نخدموا مع الشينوا، ولا باش نخدموا مع غيره. لكن فوندامنتالمون سي لو ميم بروغرام ايكونوميك، يعني فما لاك دو فيزيون. وهذاك علاش قلت لك ان الابروش نتاع الام ام تي المودرن مونيتري ثيوري، الاناليز توريك الستركتور، الفيبلس اللي في الستركتور، وين فوا وضحت الستركتور اللي عندك والفيبلس اللي فيها، تولي تمشي ديريكتومون للسورس نتاع الفيبلس اللي هي لي زامبور نتاع الانرجي، لي زامبور نتاع لي برودوي اليمونتير، والفيبلس اندستريال اللي هي نتاع الفالور اجوتي فابل، اللي هي الحل نتاعها ما ينجم يكون كان ا لون تيرم بالانفستيسمون في لونسينيمون، مش برك لونسينيمون سوبيريور، لونسينيمون تكنيك سورتو. والانفستيسمون في الانفراستركتور دو تيل فاسون تولي لي زيكسبور نتاعك فيهم فالور اجوتي نتاع ريشيرش ديفلوبمون، لي زيكسبور نتاعك يولي فيهم فالور اجوتي من مان دوفر كاليفيي، وتولي حتى البرودكسيون نتاعك تولي بلو كومبيتيتيف، دو تيل فاسون حتى لي انفستيسمون اترونجي اللي يجيو لتونس يوليو مش نفس الكاليتي اللي تجي لتونس هي اللي كانت تجينا في لي زاني 80 ولي زاني 90، لكن تجينا دي انفستيسمون اترونجي اللي هما تو يمشيو لكندا ويمشيو للسويد ويمشيو لليابان. دونك سي ان بروجي ا لون تيرم. نحب نعاود نشكرك فضل قبوب انه عطيتنا من وقتك، نعرف اللي عندك باش تجي تكون بحذانا بثلاث ايام نتاع ندوه السياده النقديه الافريقيه، كيف يمكن الولوج الى سياده ماليه في افريقيا. انت باش تفتتح ندوه هذه نهار الخميس 7 نوفمبر، و باش يبدا الافتتاح الرسمي 9، وانت ان شاء الله المداخله نتاعك باش تكون مع 10. نعاود نشكرك مره اخرى، شرفنا في برأمان، وإن شاء الله نتلقاو على قريب باش نزيدو نتحطو في موضوع عليه. شكرا إن شاء الله، وإن شاء الله نشوفكم على خير. بسلام.